السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا ثالث رح نبلش درس جديد في مادة الرياضيات، درس حقائق الضرب في العدد 8. انظر إلى المثال الأول. رتبت ليلى قطع الحلوى فوضعتها في 5 أطباق، في كل طبق 8 قطع. ما عدد قطع الحلوى؟ إذن 5 أطباق، 1، 2، 3، 4، 5. إذن هو عدد المجموعات 5. ضرب الحلوى هي نسمى هنا العناصر، 8 قطع في كل صحن أو كل طبق. نقول 5 ضرب 8 يساوي يا أبطال 40 قطعة. أحسنتم. الآن ننتقل إلى صفحة رقم 15. أجد ناتج ما يأتي. يوجد يا ثالث 3 كراتين من التفاح. إذن الثلاث كراتين هو ما يعبر عن المجموعات، 1، 2، 3. 3 ضرب التفاح هو العناصر. في كل كرتون يا ثالث يوجد 8 تفاحات. إذن 3 ضرب 8 كم يساوي يا أبطال؟ أحسنتم، 24. هنا نقوم بعد المجموعات، 1، 2، 3، 4، 5، 6. 6 مجموعات، في كل مجموعة 8 عناصر. 6 ضرب 8 كم يساوي؟ أحسنتم، 48. الآن أضع العدد المناسب في الفراغ. 1 ضرب 8 أبدعتم، 8. 3 ضرب 8 24. 5 ضرب 8 أحسنتم، 40. 7 ضرب 8 56 أبدعتم. 9 ضرب 8 ممتاز، 72. 2 ضرب 8 رائعين، 16. 4 ضرب 8 مبدعين، 32. 6 ضرب 8 أحسنتم، 48. 8 ضرب 8 ممتاز، 64. 10 ضرب 8 أحسنتم، 60. 80 رائعين يا ثالث. الآن يا أبطال أكتب ناتج الضرب في المربع. 2 ضرب 8 كم يساوي يا أبطال؟ أحسنتم، 16. 4 ضرب 8 كم يساوي؟ أبطال، 32. أحسنتم. 8 ضرب 8 كم يساوي يا حلوين؟ كم يساوي يا أبطال 8 ضرب 8؟ أحسنتم، 64. ماذا تلاحظون؟ هلأ كل طالب يا أبطال يكتب ماذا لاحظ في هذه الـ3 مسائل في الفراغ. إذن هنا واجب، ماذا تلاحظ؟ الآن 3 ضرب 2 6، و3 ضرب 4 12، و3 ضرب 8 كم يساوي يا أبطال؟ أحسنتم، 24. أيضا واجب، ماذا تلاحظ في هذه المسائل 3؟ 8 ضرب 6 كم يساوي يا حلوين؟ أحسنتم، 48. و9 ضرب 8 أحسنتم، 72. إذن 8 ضرب 6 48. 6 ضرب 8 أحسنتم، 48. ماذا تلاحظ؟ أبدعتم، لاحظ أن عملية الضرب كما قلنا سابقا أنها العلاقة هنا تبادلية. لأن 8 ضرب 6 48، و6 ضرب 8 كمان 48. 9 ضرب 8 72، و8 ضرب 9 أيضا 72. إذن العلاقة هنا أيضا تبادلية، لاحظ أنها تبادلية. الآن مسألة. تستهلك أسرة 8 أرغفة من الخبز يوميا، كم رغيفا تستهلك الأسرة في 7 أيام؟
أفهم، ماذا أفهم من هذه المسألة؟ أفهم أن تستهلك أسرة إذا أفهم أن تستهلك أسرة 8 أرغفة من الخبز يوميا. أخطط كم رغيفا تستهلك في 7 أيام. أنفذ. أقول يا ثالث، سبعة ضرب ثمانية يساوي 7، هي عدد الأيام، وثمانية هي عدد رغيف الخبز. 56 رغيفا من الخبز. للتحقق أقوم بعمل الجمع المتكرر، أكرر يا ثالث 8 7 مرات. سبعة نجمعها يصبح المجموع 56. الآن يا ثالث أكمل وأحفظ وأفسر الصفحة هنا، واجب على واجب، ويتم إرسالها على الواتساب إن شاء الله. يعطيكم العافية، الحصة الجاية إن شاء الله راح نكمل تمارين ومسائل.